مين متحمس؟ ما حد؟ اوكي اوكي يا جماعة، موسم جديد في ابيكس موبايل. اليوم يا جماعة اي اي بعتوا لي شوية جوائز رح نجمعها مع بعض واحكي لكم هيك شوية عن الاشياء الجديدة في هذا الموسم. باختصار في عنا مثلا تحديات جديدة، في الايرلوم تبع فيد الصراحة ما شيكت عليه، في سكنات جديدة برضه نازلة زي ما شايفين، يعني الكثير من الفلوس. من اهم الاشياء اللي انضافت وزمان بنتظرها، اول شيء ماب اللي هو حافة العالم، والمود الثاني اللي انضاف اللي هو لعبة الاسلحة الجان جيم اللي هو كل كلمة بدلك سلاح. صراحة هذا المود لازم اصور عنه، المود جدا ممتع. صندوق البريد انا شفت الجوائز الصراحة، يعني الفضول ما قدرت الصراحة، ما قدرت، كنت بدخلها مفاجأة بس شفت الجوائز هيك من برا، بس خلينا نجمعهم مع بعض. خلينا نبدا استحواذ الكل، يلا لايف لاين مش راح استخدمها اتوقع، بس حلوه هي يعني لطيفه. اللي بعده فلات لاين، جهز لي اياه بسرعه بدون تفاهه. فتحوا لنا شخصيه اش يا جماعه، يوتيوبر وكده. متابعه، جهزنا اش بس هذا الشيء اوكي. باتل باس اوكي اوكي. الكهرباء فصلت يا جماعه، الكهرباء فصلت، سنعود بعد قليل. ساعتين كاملين لحد ما ترجع الكهرباء. اليوم في فرصة انكم تربحوا باتل باس، اكتب تعليق راح اختار واحد منكم واعطيني طريقة اتواصل معك فيها، او اكتب الاي دي الخاص فيك باللعبة، تدخل على حسابك اعمل في تعريف بتنسخ الربط تحطه عندي في التعليقات، راح اختار واحد اخلي الشركة تبعت له باتل باس. وبالمناسبة كمان الشركة عاملة جيف اوي على الهيرلوم تبع فيد، راح تلاقي انه فيك تشارك في السحب هذا عن طريق الديسكورد، راح اترك لكم رابط في الوصف، راح يعملوا عده سحوبات وبرضه راح يوزعوا باتل باس، فالروابط تبعت الديسكورد في الوصف. وخلينا نشوف حاليا ايش بده يعمل. وات يا اخي، اعطاني باتل باس للواحد ليه؟ اوكي المفروض هيك فتح لي باتل باس، حسبت انه راح يفتح لي 50 ليفل. انا الفلات لاين اهم الصراحه حاليا. اوكي سكن ميثيك للفلات لاين، حاجة رهيبة قوي. اوكي واضح انه ما اعطوني الهيرلوم تبع فيد. اوكي طلعت ظالمهم، بعتوا لي اياه على الديسكورد. جهز لي اش حاليا، اش جاهز. السلام عليكم. مرحبا. السلام ورحمة الله، شو اخبارك؟ سلام. ايش هو؟ عندك حدا؟ والله ما لسه يا اخوي، انا ادور بالشاطر. حسب انت ناقص واحد، ناقص واحد. طيب اخوي بسالك، عندي استفسار بسيط. طيب شيء عند فهد ذا، وش مكتوب سلاح مميز، وش وضع ذا السلاح؟ هذا زي الزينة، زي كأنك هيك ماسك سكين، بدل ما تمشي بإيدك بتكون هيك ماسك سكين بيقعد يلعب فيها. اوكي نوصل متاخر شويتين، نزول ما شاء الله من بدايه الجيم نزول تعبان. بتعرف اني ما بعرف القدرات تبعت فيد؟ ايش قال فيد؟ ايش دخل فيد؟ تعال شوف السكين، تعال زين. انا رحت له. اوكي واضح انه بوت. شوف الفينش تمام، شوفها شوفها. لا ايوه نايس. اوكي ثيرد بارتي. لا بدات انا وصلت. وات والله حلو قدرته. انتوا كيف وصلتوا من هناك عنده؟ الحقوني 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 يا اخي، والله الجرافيك تبع اللعبه متحسن زياده، ما ادري انت زمان مش لاعبها بس فعليا الجرافيك تحسن 180 درجه. والله شوف، والله شوف للامانه اشوف انه اوضح من اول. في ناس فتحت بوابه فيك تاخذها. اوكي شلتها، مسافتها مو بعيده 50 متر تقريبا، بس مشكلتي ما اقدر. ابالي سنايبر يا الربع. ابصر وش فيه سلاح؟ ما اقدر اطلع هذا شو اسمه. ايه ايش في قله ادب. اخر واحد وين؟ اخر واحد خلوه لي، اخر واحد خلها لي. وين وين؟ حاول. ابصر. خلص الجيم. والله يا اخوي الشخصية اللي معك رهيبة. اي والله قدراتها حلوة. ننزل هون، ننزل هون الحين. هسه في جلد. الله يعين. الو 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 سلام شركة بيكس. اوكي شكلها. تعرف يا اخوي وشني غرغرينا؟ تعرف وش بيقص لك اطرافك تقريبا. ايوه ايوه. لا انا بعلمك، مثلا انت مشيت وطيت مسمار حلو. عندي ناس حقيقيين. تمام تمام. ايش؟ وات؟ مش عارف كيف دمي صار واقع، بتدمج بسرعه ما بعرف ليه. قوي والله انها قوي يا عيال. وات؟ انا ما بعرف ايش. فيني افخخ شو اسمه.
اي هذا بيلي. اوكي في قدرة رهيبة، عارف ايش هي؟ اذا لقيت صندوق مكسر فيك تفخخه وبيبين لك وين الناس اللي قتلوهم، اللي قتلوا الاشخاص اللي انت جاي عندهم. في ماشي كأنه ماشي ماشي برضو. هذا شو اللي رجعه؟ هذا نفسه. اوكي ماشي، بقى اخر واحد. اوكي خلاص هيك خالصين تقريبا. وي 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 الدروب عندي، يلا يا رب عشان فيه سنايبر. ادع لي يا خوي ادع لي ان شاء الله. يا ترى راح تلحقه ولا لا؟ اوه انت طرت. اوكي اخذت النافوره، والله اني ناسيها، والله ناشفه. انت من الاردن يا ولد؟ ايه اردن. ايه من قلت ناشف، انا عرفت اللهجه، لهجه تركي. فكره مش مشهوره الكلمه. انا والله اكون بعمان بعد. والله بتنورنا. اوف اوف الاحتراف. طلع دمي وان شوت، رميت على القدره مات. احا في تيم. اجونا 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 اجونا. طب انا قاعد هي اخوي اخوي قاعد اخوي قاعد هي نفسه. يا 110 حرام. شيلوا شيلوا، تقدر تقدر والله. عاش تعال شيلني. طيب شيلوا 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 شيلوا. العب العب العب. البوابة مطولة ولا ايش؟ اوكي. انا مشيت في البوابة. كويس معك درع. درع بنفسجي، شو اسمه، شنطة بنفسجية. ممتاز. وانا برضو معي شنطة بنفسجية عشان هيك قومتك دمك نصه. ممتاز. ايه شلت الهبل هذا. ممتاز. باقي فيت كان ولا مين باقي؟ ايه والله مدري. اوكي ما هو درع. لا انا. اوكي رابسودي. لا عندي 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 عندي. لا لا قدام قدام. ما هو درع ذهبي. وين قدام قدام وين؟ ورا يا اخي، كل شوي بفتح قدرته. يلا موت. شو رجعت راسي مرة. روح في واحد قدامي. واحد اثنين اخي بالتالي. الدمج 20. حشرته فيها ما عارف يتحرك. ربطته فيها. جي جي. بس يا اخي ما ادري. هي ضربت فيه، لما تضرب فيه بتجيب 10، ولما تنفجر فيه بتدمجه كمان 10، عشان هيك حسبتهم 2. المهم يا جماعه، زي ما شفتوا جربنا شخصيه فيد، لعبنا مع ناس يعني زي العسل والله. يعطيكم العافيه، ما قصرتوا. خد سوس، اعمل لايك واشترك في القناه. خد سوس، واذا ما بدك يعني سوس فيك تاخذ الباتل باس عن طريق الديسكورد، او تكتب بالاي دي تبعك في التعليقات واختار واحد منكم يربح باتل باس. وشكرا، شكرا، خير الجاي. سلام.